في أواخر أغسطس الماضي أعلن المجلس الرئاسي الليبي تأسيس مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام، خطوة أثارت انتقادات واسعة من بعض خصومه الذين اعتبروها تجاوزا للصلاحيات. والآن يبدو أن المجلس الرئاسي يلوح بإجراء استفتاء شعبي حول القضايا العامة والنزاعات السياسية. الكثير من هذه الأجسام انتهت مددها، ومن الضروري العودة للشارع الليبي حتى يستفتى ويتم الاستماع إلى الشارع الليبي في عدد من القرارات المهمة للغاية. والاستفتاء لا يجب أن يكون مثار ذعر للمؤسسات، لأنه في النهاية سلاح ذو حدين، يعني لا نعلم ما هي النتائج التي يمكن أن يتأتى بها استفتاءات من هذا النوع. خصوم المجلس الرئاسي يرون أن هذه الخطوة لا تندرج ضمن صلاحياته، معتبرين أنها محاولة من رئيس المجلس محمد المنفي لإعلان حالة الطوارئ وتجميد عمل الأجسام السياسية الأخرى، مستندا على نتائج استفتاء قد يثير جدلا حول استقلاليته، خاصة مع الإشراف المباشر عليه من قبل هيئة أسسها المجلس نفسه. هي خطوة جيدة، لكنها تفتقد حتى الآن إلى جدية المجلس الرئاسي لاستكمال هذه الخطوة، ما زال متردد وما زال يستخدم هذه الخطوة كقياس سياسي، كمسطرة سياسية لقياس مدى تجاوب أو رفض الأطراف السياسية لهذه الخطوة. ويشير مراقبون إلى أن المجلس قد يلجأ إلى تنظيم الاستفتاء إلكترونيا في حال تعذره في بعض المناطق، ما قد يفتح الباب أمام الطعن في النتائج ويثير تساؤلات حول إمكانية اختراقها. في ظل تحديات متزايدة يبقى الطريق نحو الانتخابات العامة في ليبيا معقدا، فهل يمكن لاستفتاء المجلس الرئاسي أن يكون خطوة نحو الاستقرار أم سيزيد من الانقسامات في المشهد السياسي؟ منير الأشهب، طرابلس، الحدث.